وهذا سائل يقول: أفتني وفقكم الله في زوجتي، حيث إنها تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل قسوة، فهي توجه أمي وأخواتي بأقصى الألفاظ وتتهمهم بالكفر والفسوق، مع أن أمي حافظة للقرآن ومستقيمة. يقول: ما نصيحتكم لزوجتي التي تزعم أنها تأمر بالمعروف بهذه الطريقة؟ هذه تحتاج إلى من يأمرها هي بالمعروف، تحتاج إلى من يأمرها وإلى من ينصحها عن الأمر بالمعروف، ما هو بالطريقة هذه. النصيحة ليست بالطريقة هذه، فأنت انصحها وبين لها أنها آثمة في العمل هذا، آثمة وليست مأجورة. نعم.